السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية في مصر. هنبدأ بالعملات العربية. الدينار الكويتي سجل اليوم 99.42 جنيه للشراء، 100.42 جنيه للبيع. الريال السعودي 8.20 جنيه للشراء، 8.23 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه شراء، 8.40 جنيه بيع. الدينار البحريني 79.46 جنيه شراء، 81.83 جنيه البيع. الريال القطري 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه البيع. الدينار الأردني 42.77 جنيه للشراء، 42.77 جنيه للشراء، 43.46 جنيه للبيع. أما الدولار، الدولار في 10 بنوك مصرية تقريبا في سجل الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري ب 30.75 جنيه شراء، 30.85 جنيه بيع. بنك مصر 30.75 جنيه شراء، 30.85 جنيه بيع. القاهرة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي، البنك التجاري الدولي 30.85 شراء، 30.95 بيع. البركة 30.85 شراء، 30.95 بيع. بنك كريدي إغريكول 30.85 للشراء، 30.95 البيع. بنك اسكندرية 30.85 شراء، 30.95 بيع. قناة السويس 30.85 للشراء، 30.95 البيع. بنك التعمير والإسكان 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه البيع. أما مصرف أبو ظبي الإسلامي فهو في السعر فيه اليوم الدولار مقابل الجنيه ب 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع. دي أسعار الدولار والعملات الأجنبية أو العملات العربية اليوم. فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويعلم على علامة الكل علشان يوصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.